استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي ميكالي على خوض مباراة ودية مع السودان يوم 18 مارس الجاري خلال معسكره التحضيري ضمن استعداداته لمواجهة زامبيا ذهابا وإيابا في المرحلة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأولمبي نظيره الزامبي يوم 22 مارس بالقاهرة ذهابا و26 من الشهر ذاته في زامبيا في مباراة العودة، ويتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد، بينما يلعب منتخب السودان مع النيجر. طبعا كل التوفيق للمنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي. أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بيان رسمي أكد من خلاله نجاح العملية الجراحية اللي أجراها نجم الفريق البرازيلي نيمار في الكاحل الأيمن بإشراف المتخصص البريطاني جيمس كالدر في مستشفى سيبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة. نادي باريس سان جيرمان قال في بيان رسمي أن أجرى نيمار عملية جراحية في ساعة متأخرة من صباح الجمعة، وأضاف كمان في البيان أن اللاعب سيتبع بروتوكول الراحة والرعاية. يرغب نادي باريس سان جيرمان في شراء ملعب فرنسا المقدر ثمنه بحوالي 600 مليون يورو للانتقال إلى ملعب أكبر وأكثر حداثة من حدائق الأمراء. وقالت صحيفة لاكب ينوي باريس المشاركة في المناقصة الخاصة باستغلال ملعب فرنسا الذي استضاف فعاليات مونديال 1998، حيث أن العقد الخاص باستخدامه سينتهي في يوليو 2025، ولا يمانع ملعب فرنسا المملوك للدولة الفرنسية فكرة البيع في حين لم يتمكن باريس سان جيرمان من شراء ملعبه الحالي من بلدية باريس.